السلام عليكم ومرحبا بكم معي في هذا الفيديو الجديد والمتعلق بالمراسيم المتواجدة بالميكروفيلم. طبعا طرح علي هذا السؤال عدة مرات لطلبوا للمتتبعين تاعي ان نوضح لهم واش معناتها الميكروفيلم واش معناتها المراسيم التجنس لي دوكري دو ناتوراليزاسيون اللي موجودين في الميكروفيلم. وعدتكم واليوم راني لحقت بما اني راني متواجد في هذه الايام وكما قلت لكم راني داير حمله لاجل البحث على مراسيم المتعلقه بالزباين توعي، واغتنمت الفرصه تاعي اللي تواجدت بالامس بمصلحه بيرفيت لمراسيم التجنس واللي درت بحث في الميكروفيلم باه نقدر وصورت درت بتيت فيديو باه تقدروا تشوفوا ما معنى لو ميكروفيلم. دونك ميكروفيلم كيما راكم تشوفوا سيدي بوبين كيما هادو اعتذر سيدي بوبين كيما هادو قبل استقلال الجزائر وخاصة في الاونة الاخيرة قبل خروج فرنسا من الجزائر واش دارت صورت لي دوكري وصورت الكثير من الارشيف ارشيف مثلا تاع العقود تاع الاراضي تاع وايضا صورت مراسيم تجنس لي دوكري دو ناتوراليزاسيون ودارتهم سو فورم ميكروفيلم على شكل دي بوبين كيما راكم تشوفوا ويخرج الكليشي تاعهم على هذا الشكل، يعني على هذا هو الشكل واللي من خلاله تقدروا ديروا بحث وتحوسوا على مرسوم تاع احد الاباء. ودرت لكم من فيديو مباشرة من داخل المصلحة ويلا معنا نشوفوه انصامبل. فوالا كما راكم تشوفوا اني درت هذا الفيديو من داخل هذه المصلحة. فوالا لو ميكروفيلم سيدي بوبين نديروهم نركبوه هنا في هذه الالات ونديروا البحث تاعنا فيما يخص المراسيم كما راكم تشوفوا. تحط دير اسم اللقب ولا الاسماوات اللي تحب تحوس عليهم كما راكم تشوفوا. انا عندي هنا اسماوات تاع الزباين تاعي وكاين بليزيور زاباراي في مصلحه بيرفيت بارازون اللي يتواجدوا فيهم الميكروفيلم، كاين من الجهه ايضا اخرى هذه الجهه وهذه اللي راكم تشوفوا لافلاش هذه من الجهه هذه ثاني كاين اوسي دوتر اباراي. وتبعوا معايا كيف راكم كما راكم تشوفوا رانا نبحثوا ونديروا دي ريشيرش بتيت ابتيت، ماشي حاجه سهله ولكن لازم تعرفوا تبازيو على تقنية البحث اللي شرحتها لكم في الفيديوهات القديمة فيما يخص تواريخ فيما يخص الأسماء أوردر ألفابيتيك وفيما يخص المناطق وفيما يخص يعني كاين عدة تقنيات للبحث ماشي حاجة سهلة. فوالا نعت لكم فوالا يجيو سو فورم دي بوبين فوالا كما تشوفوا فيها اون بواط مكتوبة من خارج ديروك لا دات اللي راك تحوس عليه وتلقى ان بوبين كيما هذه فوالا تخرج لك جوست كيما هذه بالتحديد وتركبها فوق هاد لاباريت. دونك الناس اللي تروح مصلحه بيرفيت وحبس تحب دير البحث ما عليها انها تطلب مساعده المستشار ولا العامل تاع اللي خدم تما لو كونسيي. اما بالنسبه ليا فانا موالف تسمى جي لابيتود ترافاي سي ديزاني ديزاني دونك نعرف نركبهم ونعرف نحيهم ونعرف نخير لي بوبين اللي لازم ندير بهم البحث. ولكن اي انسان جديد يعني ما يتخلعش ماشي حاجه كبيره، كاين مستشار تما اللي يقدر يعاونك تطلب منه هو اللي يركب لك لا بوبين في المكان يركبها لك ويفهم لك ويوضح لك كيف تقدر دير البحث. كما راكم تشوفوا نركبوا لا بوبين تو دابور سا سباس كوم سا، هذا هو العمل بدايه تاعو يجي كوم سا. انا ماذا بيا نوصل لكم يعني معلومه بلي تعرفوا الميكروفيلم باه ما تجيكمش حاجه بيزار يعني وخاصه اللي راهم في الجزائر ولا راهم في تونس ولا المغرب اللي ما عندهمش امكانيات باه ينتقلوا لهنا لفرنسا واللي ما عطاولهمش لي فيزا دونك يسمعوا بالميكروفيلم صح جامي زون جامي في ولا شافوا كيف يديروا البحث. فوالا تو سامبلومون تركب لابوبين تاعك من الجهه الفوقانيه. حتى فرنسا جبت اوسي الميكروفيلم تاع لي تونيزيان ولي ماروكان كاين اوسي لي دوكري هنا تاع لي تونيزيان لي ماروكان لي ايطاليان لي اسبانيول يعني كاين كل انواع تاع فوالا. بعد كي تركب دير فور ريغلي لاباراي تاعك فوالا اي بوي تريح بعقلك وتجبد الاسماوات اللي راك تحوس عليهم حسب تاريخ الميلاد ولا حسب تواريخ التجنيس ولا حسب المناطق كما راكم تشوفوا وتبداو تبحثوا على الاسماء المطلوبه يعني سي باس كوم سا.
وحده وحده، وربي يجيب الخير ان شاء الله تلقاو الاسماوات يا اما هنا يا اما في لا ليست الفابيتيك يا اما اختر اخرى ان شاء الله ندير لكم في لا ليست الفابيتيك. بقى بعض الاشخاص اللي يديروا لي تعليقات يقولوا لي راك تجيب قليل بزاف، تسمى كل ما درنا الفيديو لي دوكري اللي لقيتو ما يتعداوش ال 20 ولا ال 15. انا نقول هاد النتائج راهم ايجابيه، النتائج ايجابيه وكبيره، باسكو باه تلقى دوكري واحد بين الاف ولا الملايين الاسماء اللي داروا تجنس واللي خلطوهم، يعني ما همش مترتبين في مصالح الارشيف، سي با فاسيل. دونك باه تجيب 12 او فريمون اي فو كراشي، سي با فاسيل، ماشي روح برك وتجيبها، سي فريمون عمليه تاع البحث في الارشيف تاع المراسيم حاجه صعيبه، صعيبه بالبزاف، تطلب الحنكه وتطلب الخبره ايضا. النقطة الثانية اللي حبيت ننصحكم بها هي أن ما في هنا في فرنسا المصالح الأرشيف ما عندها حتى قانون اللي يقول باللي لازم يحضر المعني بالأمر، يعني تقدر تكلف أي شخص نيابة عنك، باسكو البعض اتصل بيا قالوا لي باللي نورمالمون لازم مكتب معتمد باه يكون عنده الدروا يدير لك لا ريشيرش. لا لا يا خوتي، الشهادة ما كانش منها، اي انسان اي شخص يقدر ينتقل الى مصلحه الارشيف، جميع مصالح الارشيف المتواجده بفرنسا، يطلب بطاقه كما يقولوا كارد ليكتور، يخدم لكارد ليكتور ويدخل داخل ويدير لك لا ريشيرش نيابه عنك ولو كان صديقك، يعني حتى اذا كان صديقك وما عنده حتى علاقه معك بالعائله، انه من حقه يدخل ويحوس لك على الدوكري تاعك بدون تكليف اي مكتب. يعني الشيء هذا اللي قالكم او نتبرأ منه، انا راني ندير دي ريشيرش للناس وعندي مكتب وعندي اعتماد في التخصص هذا، ولكن الحقيقه تقال. يعني اذا كان نقول للناس باللي لازم نبيرو معتمد باه يقدر يدير لك ريشيرش، ما غير انا اللي لازم ندير لكم لي ريشيرش، واذا كان 20000 واحد ما نقدرش ندير ل 20000 واحد دي ريشيرش، نو حنا انا بوكو بلوس نحب نحكم دواسا للناس اللي ما عندهاش علاقات في فرنسا وللناس اللي ما عندهاش امكانيات في فرنسا باه دير البحث. يعني العائله ما عندوش عائله، ما عندوش اصدقاء، فهذا ما عندوش دي شونس باه يحوس وحده. في الحاله هذه نكون حنا في الخدمه تاعو، اما الانسان اللي عنده واحد يقدر يدير لا ريشيرش وحده، وعلاه يكلف واحد اخر؟ باسكو كي دير وحدك سافا بوكو تي موان شير، باسكو لا ريشيرش في المكاتب المعتمده راه يحسبوها بين 1000 2000 اورو، بين 3000 اورو، كاين اللي يحسبهم 1500، كاين اللي يحسبهم كل واحد كيف يحسبهم، دونك سا كوت ان بو شير، وخاصه كي نحولوا العمله الجزائريه للعمله الصعبه كما يقولوا، سا كوت ان بو بلو شير. انا شخصيا نحسبهم ب 600 اورو وهكذاك الناس راهم يريكلاميو، فما بالك يعني تكلفوا مكتب تاع واحد فرنسي واحد اخر يحسبوا لك 1000 اورو، والشيء هذا من حقه باسكو فيه تعب. على كل حال ثاني شيء ماشي يعني لازم يكون مكتب معتمد، باسكو ماشي غير هما اللي يعرفوا يخدموا لي ريشيرش، نو يفو اتر جوست دون لا في، يفو دير لا رياليتي. هي بالامر واش كاين في الامر، انه كل مصلحه للارشيف عندها مستشار، يعني ما كان حتى مصلحه وما كانش فيها مستشار فيما يخص علم كما بالعربي ولا بالعربيه يقولوا علم النسب، ولا علم النسب جينولوجي، سي علم النسب. دونك كل مصلحة فيها ان كونسيي، يقدر اي شخص ينتقل الى المصلحة ويطلب مساعدة تاع المستشار ويقدم له جميع المساعدات، ما كان حتى اشكال في الشيء هذا. واللي ما قدرش يبباس ديبلاسي وما قدرش ديبلاسي ولا حب يكلفني انا شخصيا، فلازم عليه يجيب لي شهاده ميلاد المعني بالامر، شهاده ميلاد الشخص الذي تريد البحث عنه، يعني شكون لا بيرسون، جدك ولا لاريير غرون بير ولا. حقوق البحث انا قلتها لكم ومن زمان انا نحسبهم 600 اورو والجميع على باله بشي هذا، وزيد يجيب لي جميع الوثائق التي يمتلكها الجد والاب او لاريير غرون بير، سواء وثائق عسكريه او وثائق مدنيه، لانها راح تساعدني، لان التواريخ يساعدوني بزاف، وزيد بزياده شهاده الميلاد تاع الشخص هذا تساعدني بارابور لي تريبي على ليبوك، باسكو الاسماوات تاع البلديات في الوقت الحالي تبدلوا، معظم البلديات تبدلوا الاسماوات تاعهم. دونك اذا كان مثلا سكيكدا نورمالمون كان يقول لها فيليب فيل في وقت فرنسا، لو كان تروح تحوس وتقول لهم نحوس على الارشيف والشخص هذا زايد في سكيكدا، يقول لك الارشيف تاع سكيكدا ما عندناش، ما جابوهمش،
هما ماشي معناتها ما جابوهمش، معناتها ما يعرفوش اسم بلدية سكيكدا ولا ولاية سكيكدا، هما على بالهم اون برانسيب يقولوا لها فيليب فيل على ما أعتقد، وكل منطقة كيف كانوا يقولوا لها وقت فرنسا، دونك لاك نيسونس يساعدني في الاسم القديم، العرش تاع صاحب ولا كيما الدوار تاع صاحب هذا الملف وين زاد، والمنطقة واش من لا كومين، لا بليبار دي كومين كانوا سيدي كومين ميكس، واش من ديبارتمون شي هذا يسعفني، وهذو المعلومات نجيبهم وقتها دخل عسكر مثلا وقتها خرج وقتها سجلوه شي هذا يساعدني في البحث تاعي بكل بساطة. ولكن أي شخص من حقه يدير البحث وحده، لا حرج في ذلك ولا إشكال، ويقدر يتقدم ويطلب معلومات، وكاين اللي يوجهه في المصلحة بالتحديد فلا مشكلة في ذلك، غير اللي فريمون مسكين ما لقاش حل حب يجي لعندي با سوسي مرحبا به. اوتر شوز، اللي حب يجي لعندي في الجزائر يمكنه يتصل في الرقم هذا 0665 24 23 93 وياخذ موعد، باسكو لي ليست سون كومبليت بريسك، خلاص تعمرو ما بقاوش. وهنا في فرنسا اليامات هذو ساعلن عن تاريخ ان شاء الله تاع الاستقبال اللي نديرو كي نولي من الجزائر، باسكو اليامات هذو انا هابط الجزائر نستقبل في الجزائر، كي نولي وعندي دي زونسيان كليون ثاني نستقبلهم، كي نولي من الجزائر راني ندير تاريخ سبيسيال بالناس اللي راهم هنا في فرنسا. في فرنسا تحيه طيبه مني ونشكركم على الثقه تاعكم، ونتمنى انكم استفدتوا ايضا معايا في الفيديو هذا، ونقدم لكم فيديوهات واحد اخرين مستقبلا بحول الله. تحيه طيبه مني اليكم جميعا، ونتلاقوا في ساعه الخير ان شاء الله.